السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا شرح جديد هذه المرة خاص بهذا الموقع، موقع خاص بالتحويلات. يعني من خلال هذا الموقع ستستطيع سحب أموالك أو التحويل ما بين العملات والبنوك الإلكترونية. إذا هذه هي واجهة الموقع. إذا هنا في الأسفل نرى إثباتات التحويلات، وهنا نرى البنوك التي يدعمها. طبعا هذه ليست كلها، هذه البعض فقط. إذا كما ترون يوجد البايزيرا، باي بال، يوجد هذا الموقع الاستثماري الخاص بالموقع هذا، يوجد الباير، بيتكوين، دوش كوين، أديفي كاش، بيرفكت ماني، إضافة إلى الفودافون كاش، البريد الجزائري، وأيضا اتصالات للمغرب، ويوجد أيضا بعض العملات الرقمية الأخرى. إذا هنا نرى بعض التعليقات من الأعضاء الذين قاموا بالتحويلات. انظروا، هذا حول من الباي بال إلى الليتكوين. إذا كما تلاحظون هذه كل التعليقات التي تبين على أن الموقع صادق ويدفع ولا يتأخر. إذا ببساطة لتستطيع العمل على هذا الموقع، كل ما عليك هو تسجيل حساب فيه. للتسجيل تضغط على ساين أب من هنا. إذن هنا نكتب الفيرست نيم، الاسم الأول، الاسم الآخر، الإيميل، نقوم بكتابة كلمة السر، نعيد كلمة السر عفوا، هنا نكتب رقم الهاتف، ثم نعيد كتابة هذه الكابتشا، ثم نضغط على ساين اب. إذن سأقوم بتسجيل الدخول لحسابي لأريكم كافة التحويلات التي قمت بعملها باستخدام هذا الموقع. إذن قمت بالدخول إلى الموقع. كما ترون لدي 20 إحالة وقمت ب11 عملية تحويل. إذا ها هي التحويلات التي قمت بعملها، من الباير إلى البريد الجزائري، من الدوج إلى الباير، وقمت أيضا بالتحويل من البريد إلى الباير، وأيضا استخدمت البرفكت ماني، وإن شاء الله قريبا سأستعمل البايزيرا وأيضا الباي بال. إذا عند الدخول إلى الموقع ولعمل أي تحويلات، مباشرة سنعود إلى الصفحة الرسمية للموقع. ننزل إلى أسفل، هنا نختار مثلا نحن ماذا نريد الإرسال وماذا نريد الاستقبال. إذا نختار من هنا، مثلا نختار البرفكت ماني أو الدوج كوين أو الباير. وكما أخبرتكم هذه ليست كل البنوك المعتمدة، يوجد بنوك أخرى ولكن الرصيد فيها غير ممتلئ حاليا. لذلك إذا أردت التحويل من أي بنك إلى بنك آخر لا يوجد هنا، كل ما عليك هو التواصل مع الدعم من خلال هذه الأيقونة التي ستأخذك مباشرة إلى الفيسبوك، وسيقومون بإعداد لك إن كان طبعا متوفر لهم رصيد. إذا هنا نختار الكيفية، وهنا نختار أيضا ماذا نريد الحصول. إذا مثلا نختار الباير ونريد التحويل إلى مثلا باي بال، نضغط Exchange. إذا هنا يقول بأن الحد الأدنى هو 3 دولار هنا في الأسفل، وهنا الحد الأكبر هو 226 دولار. هذا الحد الأكبر هو المتوفر لديهم حاليا، يعني الباقي لديهم في الرصيد، تمام؟ أما نعم، يعني الكمية الكبرى. إذا هنا تختار الكمية، كم تريد التحويل، و10 دولار ستأتيك 8 دولار في الباي بال، طبعا اقتطاعات، ثم نضغط على next step. من هنا نقوم بملء البيانات، الاسم، الإيميل، رقم الهاتف، وأيضا رقم الباي بال. بعد ملء هذه البيانات نضغط على next step. من هنا يقوم بنقلنا مباشرة إلى خانة يعطينا فيها معلومات الحساب الذي سنقوم بالإيداع فيه، ما يعطينا رقم حساب الباير. بعد إرسال إليه المال يجب عليك تصوير كالإثبات تقوم بإضافته، أو عليك فقط بتحميل لهم رقم التحويلة ليتأكدون من الموضوع. إذا كان هذا بكل بساطة آلية عمل هذا الموقع. الدعم يعمل باستمرار، يعني في أي وقت تريد عمل التحويل تأكد من التواصل معهم وسيتيحون لك كل الفرص المتاحة إن شاء الله. إذا كان هذا كل ما لدينا لهذا الشرح الخاص بموقع التحويلات. أتمنى أن يكون الشرح مفهوم وسهل. لأي استفسار أي تساؤل ضع في التعليقات وإن شاء الله سأجيبك بإذن الله. إذا شكرا لكم، إلى اللقاء.